الحمد لله رب العالمين، خضعت لعظمته كل الرقاب، وذلت لعزته كل الصعاب، وانحنت له كل الأصنام، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سبحانه أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أرأيت آدم لما تلقى من ربه الكلمات وعليه الإله تاب؟ أرأيت ابن آدم الذي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ أرأيت داود لما استغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ أرأيته لما تصور عليه الخصم المحراب؟ أرأيته لما شد الإله ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب؟ أرأيت سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ أرأيته لما حمل الهدهد الرسالة والكتاب؟ أرأيته لما أتى بالعرش من اليمن ممن عنده علم الكتاب؟ أرأيت زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ أرأيت البتول العذراء مريم لما قالت لزكرياه ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ أرأيت محمدا سيد الأحباب؟ سل عن محمد مراقا لما صلى إماما وأتم خلفه كل الأصحاب؟ سل عن محمد كرسيا وعرشا وقلما فمحمد هناك حيث لا هناك هناك، محمد هناك بلا حجب ولا حاجب ولا حجاب. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى صحة القرآن الكريم، مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، ملك المقامات ومحرك القلوب، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى غدا في قرآن الجمعة عبر أثير موجات إذاعة الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. سيلنا الله عز وجل له التوفيق والسداد، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بأمر الله والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله كلهم آمن بالله كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفائهم فتطوعت مسكا يفوح بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا
سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من آخر سورة البقرة، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكلم فيها رمز الأدب والواجب في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت الملك المقامات ومحرك القلوب وعلم من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، والذي سنسعد به ان شاء الله غدا في قرآن الجمعة عبر اثير موجات اذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني للإضاءة الحديثة وأصل محطة ديجي الكبرى، مبارك مهندس احمد المغوري عسر المقيم بشبرا ويلز، مشاركة مع قصور الضيافة المتنقلة، ويبارك اولاد عدنان، أولاد عدنان المقيمين بشرشابة مركز زفتة، وعبر أثير موجات شاشات الإنترنت العالمية إدارة المهندس إبراهيم عوض، أسرة الفقيد الراحل حاج حواس محمد عطية، تقدم المحاسب محمد واس عطية، الحاج حسين محمد عطية، والحاج عبد الملك محمد عطية، والحاج حسني محمد عطية، الحاج علي محمد عطية، الحاج مجدي محمد عطية، الحاج طلعت عطية، الحاج عادل عطية، قدمونا جميعا خالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، إلى الملتقى إلى ما بعد صلاة العشاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.